تو احنا بعد ما عملنا التست هذايا كله وجربنا اللي هو فما شمعه قاعده تتبل بالزيت، والشمعه علاش تتبل بالزيت وهي تمشي ثلاثه شمعات بركه؟ لانها تاكل في الزيت، تصرف في الزيت. طبعا الحين الشمعه نشوفوها كحله، شفتوها ما تخدمش لانها ما تخدمش، مازال ما كحله ما تخدمش باش ينفخ الزيت. طبعا سالني اخوي سؤال حبيت نوضح للناس الكل، قال لي هاي من هنا ما تنفخش بالواحد، وهاي من هنا في البرف التبخير ما تنفخش، وهي من هنا ما تنفخ. يعني كيفاش تقول لي تاكل زيت؟ لا هي تاكل زيت على خاطر تنفخ من تالي، خاطر تخرج دخان من تالي. واي سياره في العالم تاكل زيت، اي محرك ياكل زيت راه لابد فما دخان. خاطر برشا ناس يقولوا لي راهي كرهبتي ما تدخنش وتاكل زيت، مستحيل. انا نتو نوري لكم الدخان كيش خارج من الخلف. يعني اي محرك ياكل زيت راه يخرج دخان. ممكن انتم طريقه ما تعرفوهاش، شنو نعملوا احنا باش نفهموا الموضوع هذا؟ ان باش نعرفوا الموتور ياكل زيت ولا ما ياكل زيت ولا يدخن ولا ما يدخنش. خاطر برشا ناس يسالوني السؤال هذا، يعني كون الموتور موتوري ها ولا ينفخ ولا يخرج من، لا يخرج دخان من مقياس الزيت لا من بلفه تبخير لا من اي مكان. نسخنوا المحرك في درجه الحراره نتاعو العاديه اللي هي 90 درجه او 80 درجه، وننزلوا على الاكسلاتير اللي هو البنزين نقولوا احنا حتى ل 3000 دوره في الدقيقه، ونشدوها مليان 50 ثانيه ونشوفوا الدخان خارج من الخلف. إذا كان فما خارج الدخان مسترسل راهو منه هو، ما فيش عادش كلام هذاك الموتور راهو ما فيش تصليح. وكان ما فماش دخان لابد يكون فما دخان في أكثر من الكونتور هذاك، أكثر من دوران الموتور هذاك، يكون في 4000 في 5000 في الجري بسرعة كبيرة. طبعا أنا سألت خويا سؤال قلت له ما كهرباء ما تاكل الزيت؟ قال لي لا ما تاكل الزيت. وبعدين تفكر اللي هو زادها إيتر زيت. طبعا هذه الحاجات هذه كلها لازم تكون يعني متكاملة باش الإنسان يفهم الموضوع مناش بالضبط. انا يعني خاطر التو هو مش قاعد مثلا اذا كان فيها مثلا سباب بدت يعني تفسد باش يحل يعمل ردو سباب يزيد يقضي على الموتور مره واحده، هذا من احسن هذايا. اذا كان هو يحب حاجه نظيفه خدمه نظيفه لازم يغير الموتور لين يمشي بالموتور هذايا لين يبدله، خاطر باش يعمل فاشي او سيجمونات او شامبر راه حكايه فارغه. إن شاء الله تنفعكم حاجة كيما هكا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.